اليوم الطبي أجب مبادرة من الخدمات الطبية العسكرية ومسؤول الملف بالأمن الوطني إسلام أبو شمعة، أساس نكون هناك يوم فحص شامل للطلاب، عيادات عيون، عيادات أنف أذن حنجرة، عيادات باطنة، صرف أدوية أو تحويل على المستشفيات التابعة للخدمات الصحية أو تتعامل معها مثل أصدقاء المريض ولجنة الزكاة. نقوم بيوم طبي ترفيهي لنزلاء بيت اليتيم العربي، حيث سنقوم بفحص طبي في مجال تخصصات الطب العام، طب الأسنان، فحص العيون، ومن ثم سنقوم بإجراء الفحوصات الطبية المخبرية، صور أشعة وكل ما يحتاجه من أمور طبية الطلاب أو النزلاء الموجودون هنا في مركز الخدمات الطبية العسكرية والمراكز التابعة لها، ومن ثم سنقوم بإعطائهم الدواء المجاني. وفي نهاية اليوم الطبي سيكون هناك يوم ترفيهي وتقديم الهدايا لهذه الفئة من الأطفال. فلا بد من شكر مسؤول الملف الطبي في الأمن الوطني الأخ إسلام أبو شمعة لتعاونه المستمر معنا في كافة المجالات الطبية.